حتى التعويضات كان فوق المستوى جيد على جميع المستويات، لا من ناحية التقنية ولا من ناحية الإدارية ولا جميع المستويات كان فوق. فالحمد لله إن شاء الله اليوم ندخلوا الضربة آخر مرحلة اللي كنطلبوا الله تكون تونس بسلام، وإن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله غادي يكون أحسن كثير من هذه السنة، وكنتمناو نزيدوا مازال قدام إن شاء الله ونطولوا هذا الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم نتواجد في المرحلة الأخيرة من طواف المغرب اللي انطلق من مدينة العيون المسحة 33 منظم من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات تحت الرعاية السامية للسيدة منصور. وهاد الطواف يبدا من الأقاليم الجنوبية ومن الصحراء المغربية العزيزة من مدينة العيون اتجاه مدينة طرفاية ومدينة جايين أكادير مراكش السويرة قلعة سراغ ما خريب قابلين من الخميفرة خميفرة مكناس خميفرة فاس مكناس الرباط. واليوم كنتواجدوا في المرحلة الأخيرة الفاصلة ما بين الرباط والدار البيضاء في المرحلة الأخيرة. أولا كنشوفوا بأنه هذا الطواف عنده واحد الميزة خاصة السنة هذه. لماذا؟ لأنه أولا كنشوفوا الأوراش الكبرى اللي فتحها سيدنا الله ينصرو، الأوراش ديال التنمية وديال البنية التحتية. يعني شفنا من مدينة العيون وحنا جايين كل جميع المدن اللي مرينا منها إلا وفيها أوراش كبيرة خاصة الطرق. يعني حنا كنعطيو واحد الصورة جميلة للمغرب ديالنا، لأنه هذا بشهادة جميع السباقين وجميع الدول اللي حضرت هذا الطواف، لأنهم البلاد ديالنا الحمد لله كتلتع بالأمن والاستقرار والجمالية كذلك ديال الطبيعة الخلابة. لأن كنشوفوا الناس صور جايين، فهذا هو الهدف ديالنا ديال هذا الطواف. فالجامعة كتحاول باش تبرز هذا، يعني ماشي غير نبقاو غير في الشق الرياضي، فاحنا كذلك عندنا الشق السياحي، وخاصة يعني البلاد ديالنا اللي كتطور. احنا مقبلين على 2030، فلهذا الدراجة حتى هي ديال الجامعة الملكية راه حاضرة باش تبين جميع الأوراش اللي هي بانت في المغرب. والحمد لله حنا كنشوفوا كذلك من ناحية التقنية فاليوم غادي تكون واحد المنافسة قوية، رغم أنه القميص الأصفر حسم المرحلة ديال الأمس، لأنه كتعرفوا بأنه كان واحد سوكون واحد اللي هو يعني قريب غير يدوزو في سبرينت غادي ياخذ القميص. وبالفعل فهذيك لا تاكتيك ديال الفرنسيين، حاولوا باش ياخذوا القميص الاصفر في اخر مرحله باش اليوم يكونوا مرتاحين، لان كل شيء غادي يدخلوا مجموعين غيبقى القميص الاصفر على الفرنسي. فالخطه ديالهم كمحترفين كيعرفوا كيفاش يسيروا الامور ديالهم، ورغم ذلك بانه كاين قوه ديال المتسابقين فالفريق الوطني المغربي حاضر كذلك وكينافس كذلك، لانه المغاربه ديالنا ربحوا ثلاثه ديال المراحل وستتعادل العرباوي في المرحله الاولى اللي فاز كذلك خدا القميص الاخضر والاصفر، وكذلك الخافي اللي خدا كذلك السباق ديال مدينه مكناس، وبالامس انوار رحمه اللي فاز كذلك المرحله. اذا المغاربه حاضرين مع هاد السباقين، ورغم انه وكذلك كيدخلوا مع العشره الاوائل واللي كيتواجدوا في الرتبه الثانيه كذلك على صعيد الفرق. عبد الصمد أطلب من تلفزيون الأولى الحضور إلى خط الانطلاق مشكورين. النشيد الوطني المغربي. Have the better.
جاب نداك حين حقيقة بدمها وكثر الوضع لإخوتي هيا في الهوى سعيا في الدنيا أنهنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. المدينة سيعطي انطلاقة المرحلة العاشرة والأخيرة من طواف المغرب بحضور أعضاء شرعيين ورئيس الجامعة الملكية المغربية بسباق درجات أستاذ محمد بن مهدي. العثماني المتسابق سوف يدافعون عن حظوظهم للفوز بالطواف المغرب، ونعلم انه الان القميص الاصفر في حوزه الفرنسيين. Attention s'il vous plaît, départ fictif. On a 6 km à faire pour le départ réel, ok? The start is fictif. We're gonna do 6 km for the start real. Thank you. Good luck everybody. Bonne chance. وتمت على بركة الله انطلاقة المرحلة الأخيرة من طواف المغرب الدرجات المنظم تحت الرعاية السامية لقائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا لكم جميعا انتم الذي حضرتم هذه الانطلاقه، شكرا للسيد باشا هذه المنطقه، وشكرا لكل الذين ساهموا من بعيد او قريب في انجاء هذه التظاهره الكبيره. Hey, Samir Al-Ahmed!
تتبعوا الموتى. التي تقوم به من أجل إسعاد الرياضي المغاربة، المساعدات القيمة التي قدمت لجميع الجامعات من أجل استعداد في ظروف حسنة وظروف جيدة لهذا الاستعداد للألعاب الأولمبية. شكرا للسيد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية على ترأس مراسيم وصول آخر مرحلة لطرف المغرب والتي كانت فاصلة ما بين مدينة الرباط ومدينة بوسكورة
مرحبا بالجميع في هذا المنتزه الكبير، في هذا المنتزه الذي يخصص استقبالا رائعا يليق بقيمة الوطن المغربي، بقيمة رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يقدم كل المساعدات اللازمة للأبطال المغاربة في جميع الرياضات من أجل أن تعلو رعاية المغرب خفاقة. فكما قال جلالته، فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. نعم، إن جميع ضيوف المملكة عن سلم والسلام والتحدي كانوا منشرحون وهم يتجولون في جميع شوارع مدينة العيون بكامل الطلاقة بكامل الحرية بدون قدكو، ولا حتى شي واحد كيمروا وكاين الناس كترحب بهم كتصفق عليهم. وهذا أكبر دليل على أن السلم والسلام والتحدي على المملكة المغربية، ولله الحمد تسير بفضل بخطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار، نحو التشييد والإنجاز، نحو كل شيء يفيد هذا الوطن بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعيده، من أجل تشجيع الرياضة في الدرجات، الرياضة التي استطاعت أن تؤهل 4 دراجين إلى الألعاب الأولمبية بفضل الإعانة التي قدمتها اللجنة الأولمبية للجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات. الصمد كذلك وكلهم كانوا في المقدمة. ماذا يمكن أن يقول المدير التقني للفرق الوطني عن المغاربة بأجمعهم والفرق الوطني حرف عليك خصوصا؟ شكرا سي شريبي. أول حاجة أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الطواف من جميع النواحي. بالنسبة لنا كتقنيين يعني احنا فرحانين بزاف الحمد لله أن الخافي اليوم استطاع أنه ينتقل القميص المنقط، واستطعنا أننا نحافظ على الترتيب الثاني على صعيد الفرق وكذلك المرتبة الثانية على الصعيد الفردي. الحمد لله نتيجة إيجابية كما كتعرف بعد واحد المدة ديال التوقف والفراغ استطعنا أننا نكون واحد الفريق إن شاء الله اللي غادي يشرفنا إن شاء الله مستقبلا خصوصا في الألعاب الأولمبية إن شاء الله. بالنسبة لأشرف دغمي الحظوظ ديالنا في الألعاب الأولمبية. الحمد لله حظوظ كبيرة أنه يحصل على بعض المراكز خصوصا في سباق ضد الساعة، والحمد لله احنا دائما متفائلين بخصوص أشرف دغمي لأنه توضع لي واحد برنامج خاص به تدريبيا وكذلك مشاركات دولية مستقبلا إن شاء الله، وإن شاء الله غادي نشرف الدراجة المغربية. نية خرج نية 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 خرج أنا نية نية سيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يصافح أعضاء الجامعة الملكية المغربية لسباق الدرجات ويهنئهم على نجاح طواف 33 الذي سننظم إياه كأس العالم ل2030 هي برتغاليا وجاءت مفروضة من طرف الاتحاد الدولي. So yeah, I invite to give jersey, the white jersey for the new man, Mr. Red, our Ministry of the Sport, and the Governor of Casablanca State, and also the Governor of the Anosa. So we applaud together the best of the winner of the East Stage of Morocco 2024, for Hekwam! هنا صورة للفكرة للبطل الرئيس بالقميص الأبيض المهدى من شركة مارسا ماروك البطل فون هيكوان رفقة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد والي جهة الدار البيضاء الصلاة وكذا السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم المؤسسة. إذا صورة للفكرة رفقة كل دعم والمساعدة لأسرة الدراجة الوطنية. إذا سمعت حالة على الفائز بالمرحلة العاشرة من طواف المغرب 2024 دور هيكوان. إذا واحد من الناس كذلك
في منصة التجميل السيدة لطيف مزوزة الأخضر الفايز في نقاط الساكنة كوناود الصارت أور سيمونيز فورمينا زفوانش كلاسيفيكيشن أي إنفايت ذا سيم رايدر فروم نيس ميتو فوركو تازير بول إتوان الخميس المهدى من شركة المياه المهدية بمعنى السيديري يسلموا له الخميس السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستارت مرفوقا بالسيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. إلى أن هذا الخميس الذي افتتحه الوطن كوان إكوان منذ المراحل الأولى، هذا الوطن الذي أتى من ناحية فرنسا للمنافسة على مراسيم وعلى منصات تتويج طواف المغرب، يسلم الخميس الأخضر السيد رئيس مجلس الجهة البيضاء ستارت السيد عبد اللطيف مازوز ورقة السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. So we applaud together the winner of the GSC World Final Classification. Alex, Simon, Zakarilli.
الوطنيه والمرتبه الاولى والانتقال الاولى القميص الاصفر سوي السير بانفايت Thank you.